وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم مشاهدين الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم أهل الذكر، هذا البرنامج الذي يأتيكم برعاية من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ضمن الحقيقة برامج عديدة تقدمها للإخوة من حجاج بيت الله والعموم المسلمين، تعاونا منها مع كل الجهود الحقيقة التي تبذل في العالم الإسلامي لتذكيرنا وأيضا مراجعة العديد من المفاهيم الشرعية التي يحتاجها المسلم. حياكم الله، كما أيضا نحيي في هذا اللقاء ضيفنا الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، جامعة المجمع، عضو لجنة التوعية بالحج. حياكم الله دكتور علي. وأنا كذلك أرحب بكم وأحييكم وأحيي من خلال هذه الشاشات والقنوات إخواننا المسلمين في كل مكان أينما بلغ إليه هذا البث على هذه البسيطة، وأسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى المتناهين على الإثم والعدوان، وأن يسلك بنا وبكم وبهم أسباب مرضاته، ويجعلنا من عباده وأوليائه الموفقين السعداء الصالحين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آمين. موضوعنا هذه الحلقة مشاهدي الكرام عن قضية من القضايا التي تلامس حياة المسلم في كل لحظة من لحظاته، في كل سكنة من سكناته، كل حركة من حركاته، تلكم هي العبادة. العبادة هذا المفهوم الكبير في حياتنا، كيف لا، والله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا من أجل عبادة الله عز وجل. فما هي العبادة؟ ما هو مفهوم هذه العبادة؟ وأدعو الحقيقة ضيفنا الدكتور علي أن نستفتح بالمفهوم هذا، المفهوم العام الشامل الكبير لهذا المصطلح. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سألت عن عظيم، وحق لنا أن نهتم ونقف لنعرف ما هي العبادة التي خلقنا لأجلها. العبادة من أهميتها أن الله خلق الخلق المكلفين جنا وإنسا لتحقيقها، لهذه الغاية في آية الذاريات في آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل عبادة الله أرسل الله الرسل، لأجل عبادة الله وحده أنزل الله الكتب، لأجل عبادته سبحانه شرع الجهاد في سبيله، جهاد النفس وجهاد البيان وجهاد من يقف مانعا من توحيد الله وعبادته. لأجل العبادة خلق الله الدنيا والآخرة. العبادة في مفهومها أن تحقق لله العبودية في هذه الطاعة، في صلاتك، في حياتك، في سكناتك، في حركاتك، تذلل لله سبحانه وتعالى، هذا التذلل مع حب له سبحانه. ولهذا كل عمل اجتمع على أمرين، على الذل والخشوع وعلى المحبة، فهو عبادة. الذل لمن؟ لله، والخضوع لله، والمحبة لله ولثوابه سبحانه، فهذه عبادة. من صلى ذلة لله لكن ليس فيها محبة له لا تنفعه. بر الوالدين هذا الشعار الذي
متفق فيه عند العقلاء والأسوياء هذا البر مع ما فيه من التذلل للوالدين لكن فيه حب لله جل وعلا فكان عبادة لله. جميل. لأن الله أمر طبعا باتباع لما جاء به لأن الله أمر به. نعم. ولهذا العبادة بمعناها المحقق هو ما اجتمع على أمرين الذلة والخضوع والمحبة. قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. جميل. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يا سلام. العبادة بهذا المعنى ما هي مجرد حركات وسكنات. من قام يصلي عادة ولم يستشعر معنى الذلة والخضوع في صلاته ما نفعته ما أداها عبادة. الذي يمتنع عن شرب الخمر أو عن المعصية إذا امتنع عنها خوفا من الناس ما خضع لله، فإذا امتنع منها في باعث في قلبه خضوعا لله وحبا له أدى هذه العبادة بهذا الترك. وهكذا في الزكاة وفي الصيام في الحج الذي يغادر أهله ووطنه وماله مدة أسبوعين ثلاثة شهر هذه فيها شدة على النفس وفيها كلفة مغايرة المألوف. لا. فيها شدة لكن هذه إذا فعلها لله خضوعا ومحبة وذلة ومحبة الله صارت عبادة مقتفيا بها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لأنه أجاب الله جل وعلا وأطاع الله وأطاع رسوله في أداء هذا العام. في الصيام إذا ما امتنع عن الطعام والشراب وقضاء شهوته من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لماذا يفعل ذلك؟ إذا فعلها خضوعا لله وحبا لله صارت عبادة. إذا فعلها عادة لم تكن عبادة. وهكذا في سائره في حياته في بيته. جميل. إذا أتى بالرزق لأولاده وأطعمهم وكساهم وأسكنهم إذا فعل هذا لله أجر. جميل. وإذا فعله عادة له من ذلك ما أراد. جميل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة يضعها في امرأته صدقة. حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام؟ لأنه لما أباح الله النكاح وحرم ضده السفاح تعبد الله بهذا النكاح. جميل جميل. فتتحول أحيانا بعض العبادة العادات إلى الأمور الحياتية العادية. يعني العبادة قد تتحول إلى عادة إذا ضعف أو زال استشعار الخضوع لله بها. وهذا معنى قول الله جل وعلا في سورة الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي النسك يعني ذبيحتي ومحياي أماتي كل محياي الحياة كلها الله أكبر لله عبادة والممات ثواب بعده على لهذه العبادة. الله أكبر الله أكبر. أنا يعني من هذا المنطلق الحقيقة طرحنا سؤالا بدهيا سؤال سهل وهذا السؤال هو من أسهل الأسئلة لكنه أيضا من أعظمها وأهمها ربما تاه فيه ذوي عقول لم يهتدوا إلى دين الله ولم يهتدوا إلى الحق. فما هو هذا السؤال؟ دعونا ننظر إلى هذا الاستطلاع الذي قام به بعض الزملاء. أهل الذكر خلق الله الجن والإنس ليعبدوه والدليل على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه خلقهم لعبادته ومثل آية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لعبادته والدليل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولإعمار الأرض وإني جعلهم في الأرض خليفة لعبادته ولإعمار الأرض. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي آية ثانية إيش وإني جعلهم في الأرض خليفة خلقهم للعبادة لإعمار الأرض. أهل الذكر مرحبا بكم مرة أخرى في أهل الذكر بعد أن شاهدنا هذه الإجابات الجميلة الحقيقة لإخواننا الكرام الذين شاركوا في هذا الاستطلاع حول لماذا خلقنا الله عز وجل. حقيقة إجابات متوقعة كل مسلم يعرف لماذا خلق لكن هذا السؤال السهل هو ما تاه فيه كثير من الناس ممن لم يدخل في دائرة هذا الدين العظيم فهو لا يدري لماذا خلق ولأي غاية الله سبحانه وتعالى جعله على هذه الأرض. حقيقة أحسنتم في إرادة هذا السؤال
وأبهجني هذا الجواب، وأشرت سلمك الله إلى التيهان. كثير من عباد الله وخلقه المكلفين جنا وإنسا ما بين أمرين، أكثرهم تاهوا وضاعوا وضيعوا لماذا خلقوا له، فكأنما خلقوا لعمرة الدنيا ثم لا شيء بعدها، وعلى هذا أكثر عباد الله للأسف. النوع الثاني وهذا موجود فينا أننا نعرف هذا الجواب لكن ما تمثلناه ديانة وعبودية له سبحانه بأن نتعبد له، وأكثر أو أمثلته من يؤدي العبادة عادة وإلفا لا يؤديها مع خضوع القلب وخشوعه ومحبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى العبادة في رسالة العبودية قال إن اسم جامع لكل ما يحبه الله. إذن هي دائرة على ما يحبه الله منا أن نفعله أو نقوله أو نعتقده، ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة وباطنة. واستشعار هذا المعنى يرفع مقامات العبد في عبودية لله. أعطيك إياها مثلا في أمر يتكرر في اليوم عدة مرات، الوضوء. إذا قام يتوضأ استشعر في نيته أنه يتوضأ طاعة لله واتباعا لرسوله ليؤدي الصلاة، يتعبد. يا سلام. فإذا غسل يديه لماذا يغسلهما؟ لأن الله أمره بذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يستشعر أنه تتقطر ذنوبه مع آخر قطراته. عندئذ هذا الاستشعار في خضوعه لله وذلته له ومحبته له يرفع مقام العبادة. جميل. الآن الصلاة، من يصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ربعها إلا خمسها، دائر على هذا المعنى والاستشعار. الحج، هناك من يحج فيرجع ولم تغفر له ذنوبه، أتعب نفسه بأقوال وأفعال ونفقات وذهاب وإياب ومفارقة أهل وأوطان، وهناك من حج فرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأجل معنى العبادة وتحقيقها واستشعارها. نعم، لما استشعرها تعبد لله بها كان الجزاء من الله أن يرجعه بغير ذنب ولا خطيئة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا الحج إذا قام على توحيد الله والإخلاص له واستشعار العبد أنه يتعبد ربه بهذه الأعمال ثم اقتفى فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن حج كما حج الرسول الذي قال حجوا كما رأيتمني أو قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طهر حجه من كل رفث ومن الفسوق بهذه الأربعة، يرجع بعد حجه كيوم ولدته أمه لأنه أدى العبادة وآثار العبادة بأنه لم يفسق ولم يرفث لأن الله تعبده بذلك، فخضع لله وأحب الله وأحب لقاء الله وأحب ثوابه سبحانه. جيد دكتور، أيضا لو نأكد على مسألة يعني قبول هذه العبادة، يعني قد يتعبد المرء وربما يتعبد ويظن أنه على يعني كما ذكرت مثال الحاج الذي ربما رجع ليس يعني لا يملك من هذا الحج ربما شيء، وربما يحج الآخر وتتحات ذنوبه كلها فيرجع كيما يعني أفعالهم واحدة، أي ومع ذلك هذا يختلف هذا عن هذا، والمصلون أيضا كذلك، والمصلون والمزكون وهكذا في كل عبادة. السؤال يعني أين مكمن قبول العبادة؟ يعني كأنك تقول يا أستاذ يوسف ما هي شروط قبول العبادة؟ نعم، وهذا سؤال جوهري في معنى العبادة والتعبد لله بحج أو بغيره. لا يقبل الله أي عبادة يتعبد بها المكلفون إلا بشرطين اثنين عظيمين. الشرط الأول أن يكون العمل لله وحده خالصا لا حظ فيه لأحد غيره، الإخلاص لله في هذه العبادة. جميل. قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي تعبدنا نحن بطاعته واتباعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عظيم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. جميل. إذا الشرط الثاني أن تكون العبادة والقربة والطاعة على وفق ما شرعه رسوله،
لا على ما أحدثته من عندك أو قلدت فيه محدثا أو مبتدعا في بدعة، فهذا لا يقبله الله جل وعلا. لأن معنى شهادة المسلمين بأن محمد رسول الله ما هي؟ ما معنى شهادتك يا أيها المؤمن بأن محمد رسول الله؟ هي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقق هذا الشرط الثاني. أي عبادة تكون منتفيا فيها أحد الشرطين ما تنفع صاحبها. ولذلك يعني مسألة كبيرة وعظيمة، عظيمة على المؤمن عظيمة جداً أنه يراعيها. يعني قضية عدم قبول العمل قضية خطيرة، أن الله لا يقبل العمل الذي ليس له، يعني فلا بد أن تقوم على الإخلاص، وهو إفراد الله عز وجل وتعبده بهذا لوحده سبحانه، وعلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما وجه وكما أمر أو نهى. القضية الحقيقة اللي لها ارتباط بمسألة العبادة الدكتور علي، وربما يعني الأخوة المشاهدين أيضا يعني يتساءلون معي، أحيانا بعض العباد ليس بالضرورة أن تكون ظاهرة، يعني قد يكون في عبادات فكأن في أنواع، يعني في أنواع للعبادة الخلوات. نعم. العبادة في شروطها وفي معناها يشمل الظاهرة والباطنة، لأنها كلها دائرة على كيف يحققها العبد بنفسه مع ربه. الأمثلة يا دكتور، يعني مثاله إذا صام، الصيام عبادة سرية، ما أحد يعلم أنك صائم حتى تخبرهم بذلك، فعظم الصيام بهذا جزاؤه عند الله. نعم. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعاف إلى أضعاف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته إيش من أجلي، الله أكبر، طاعة لله. إذا خلى في بيته، علاقته بزوجته بأولاده، علاقته بالبهائم إذا كان عنده في البيت في البهائم، علاقته بربه في خلواته، هل حقق لله العبادة فيها؟ هل خشي الله؟ هل خافه؟ هل رجاه؟ ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ليس عليه رقيب، ففاضت عيناه حبا لله خشية وخوفا ورجاء وخضوعا له سبحانه. هذا الحب وهذه الذلة أورثته رجاء الله جل وعلا وطلب ما عنده. جميل جميل. فهو عابد لله في خلواته وفي جلواته. إذن يعني خذها في عبادة تكون ظاهرة وباطنة. الدعاء الذي هو أظهر مظاهر العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. في حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، أخرجه أهل السنن، قال الترمذي حديث الأزهر صحيح. الدعاء هو العبادة لأنه أجل مظاهر العبادة. الحج فيه دعاء، إذا طاف ودعا ربه من يسمع دعاءه؟ في وقوفه بعرفة، في رميه الجمار، في سعيه، في إحرامه، في تلبية، هذا الدعاء اللي يكون في الحج وفي غيره من أجل مظاهر العبادة، إذا اعتقد في قلبه أنه يدعو الله حبا لله وخضوعا وذلة له، فإنه يتعبد لله. ولهذا لاحظ يا أخي الكريم، ويلاحظ بذلك إخواني وأخواتي المسلمين في كل مكان، أن الله جل وعلا يدعوه البر والفاجر، يدعوه المؤمن والكافر، فربما إذا دعاه الكافر عجل له إجابة الدعوة، فإذا دعاه عبده المؤمن الموحد يقول سبحانه وتعالى لملائكة عليهم السلام: أخروا إجابة دعوة عبدي. سبحان الله. ليه؟ قال: فإني أحب أن أسمع إلحاحه علي. الله أكبر. بالدعاء. الله أكبر. يحب ذلك منا سبحانه، لأنه إذا ألح بالدعاء تحقق وتنقى أصل العبادة بخضوعه وذلته وحبه لله، وكلما ألح كلما تحقق هذا الأصل. الله أكبر. فيحب الله ذلك منا من غير حاجة. الله أكبر. الله لا يحتاج إلى دعائنا، وليس يزداد بدعائنا وعبادتنا ملكا، وإنما محض تفضل منه سبحانه أنه يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه بهذا الدعاء. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله عز وجل من فضله، وهذا من نعم الله عز وجل على العبد، أن يدله على محابه وأن يدله على ما يرضاه عنه. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأيام العظيمات وفي هذا العلم الذي أتاحه الله سبحانه وتعالى ووفقنا إليه، وهو أن نعلم بما يحب الله عز وجل وبما يريده الله عز وجل منا
من خلال التعبد له. أشكركم دكتور علي وجزيتم عنا خيرا. كان ضيفنا في هذا اللقاء مشاهدين الكرام هو فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، عضو هيئة تدريس جامعة المجمع، وأيضا عضو لجنة التوعية بالحج. شكر الله له ولكم أنتم، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الأيام العظيمات، وأن يوفق إخواننا الحجاج للحج المبرور والسعي المشكور، وأن يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم محققين لمعنى العبادة لله سبحانه وتعالى. على الخير نلتقي، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.